يعتبر القطاع التعليمي من القطاعات التي تضررت بشكل كبير من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. فوفقاً لبيانات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فإن هناك 286 مدرسة حكومية و65 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير 40 منها بالكامل. وتعرضت 111 مدرسة لأضرار بالغة، كما حذر خبراء أمميون من إبادة تعليمية متعمدة يقوم بها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة. وخلال الساعات الماضية خرجت فتاة فلسطينية تدعى حلا محمد من داخل أحد المدارس الفلسطينية التي تحولت إلى مركز لإيواء النازحين من منازلهم للتحدث عن توقف العملية التعليمية في فلسطين في قطاع غزة، موجهة رسالة خاصة إلى طلاب الجامعات الذين خرجوا للتضامن مع ضحايا الحرب مؤخراً. لنشاهد. حلا محمد أبو جلهوم يقف الآن في مدرسة لم تعد مدرسة بل وتحولت إلى مراكز إيواء لإيواء المشردين من ويلات الحرب التي دمرت كل الحياة، دمرت الصحة والتعليم في عملية إسرائيلية ممنهجة، إضافة إلى تدمير المدارس والجامعات. نقف الآن في ظل اقترابنا من نهاية الشهر السابع على وقف العملية التعليمية والتي تسببت في ضياع مستقبل 650 ألف طالب في قطاع غزة وقتل ما يزيد عن 14 ألف طفل جلهم من الطلاب. جئنا اليوم كطلاب لننقل رسالتنا إلى العالم بشكل عام ولطلاب الجامعات التي تضامنت معنا وخاصة الجامعة الأمريكية، ونحيي الجامعات على صمودها وتضامنها معنا ونتمنى وقت